اخش في الموضوع. اتفضل. انا يوسف ابني الحمد لله ربنا كرمه وفتح محل جديد. مبروك. ماشي. وكنا عايزين نكمله نص دينه برضه. عايز اتجوز؟ استنى حاجه اكمل انا الكلام. اتفضل. طبعا انت مش غريبه علينا يا مدام امير. اتفضل يا حبيبي. انا طبعا كنت شغال في بلمع جزم من زمان يعني. الحمد لله ربنا فتح عليا وفتحت محل ولسه بادئ ايه في مشواري. الحمد لله. عايز اكمل نص ديني وانا جاي لك. ف تمام تمام تمام. يا رندا. رندا. ايوه يا ستي. ايوه جايه. رندا نادت عليها ليه دي؟ نعم يا ستي. مبروك يا رندا، جالك عريس يا حبيبتي، تعالي. بجد يا ستي والنبي؟ انا عارفه، انا عارفه ان ماما هتعمل اي حركه طالما وافقت على طول كده. رندا ايه بس؟ هو مين العريس؟ ده العريس يا حبيبتي. استاذه ميدا معلش انا عندي ملحوظه كده. اتفضل. احنا مش استنى معلش يا مدام امير، انت فهمت غلط. صح. مع اني شرفني يعني ان انا اطلب ايد رندا، بس انا جاي طالب ايد دعاء بنت حضرتك. ايد مين؟ ايد دعاء بنت حضرتك. روح يا رندا. وماله؟ وماله يا يوسف؟ ايه المشكله يعني؟ بما انك شغال دلوقتي وبقى عندك محل يعني فما عنديش مشاكل. والنبي يا حبيبي بس من ساعه ما جبت الشوز ده هو تعبني جدا. تعرف تحل الموضوع دوت بتاع الرباط؟ في حاجه فاضيه مش طبيعيه يا يوسف. معلش يا رندا، سامحي سامحي ماما، معلش معلش. وماله يا مدام اميره، انت برضه هتبقي زي امي. حبيبي تسلم لي يا رب. دعاء. هو ايه ده؟ وايه اللي ماما بتعمله مع يوسف ده؟ استنى يا يوسف، استنى يا يوسف، انت بتعمل ايه؟ شكرا يا مدام اميره، الرساله وصلت الحمد لله انها وصلت. انا اسفه. انا اسفه يا يوسف، انا اسفه يا عمو والله. جايبانا تهزجينا هنا دعاء؟ لا طبعا، مقامكم كبير والله. معلش انا اسفه يا يوسف. تاسفي على ايه انت يوسف؟ طب استنى مني طيب تليفون هكلمك. لا خلاص خلاص. ايه يا يوسف؟ يا يوسف اقعدي هنا. انت 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 بتنادي عليه واستنى مني تليفون ولغياني خالص، في ايه خير؟ لغياكي؟ اه لغياني. هو للدرجه دي انا مشاعري عندك ولا حاجه؟ ازاي يعني مش فاهمه؟ ومشاعر الناس وكرامتهم ولا حاجه؟ مش فاهمه. اهم حاجه عندك نفسك. انا عايزه افهم حاجه واحده، ليه قلتي لي هاتيهم؟ ايه بقى؟ ليه؟ اليوم النهارده كان حلو على فكره. الله حلو، بس ناقص ان انا اروح معاك البيت. بس يلا حقك عليا اللي انا بسيبك كل مره قدام البيت عندكم. معلش يا يوسف، هتتعدل ان شاء الله. هنعمل ايه طيب؟ طب اقول لك ايه بقى بالمره؟ ايه؟ انا عاوز اقول لك على مناسبه حلوه يعني. قول. انا عايز اجي اتقدم لك. احلف. النهارده. احلف؟ لا بتكذب. بجد؟ بجد؟ والله العظيم؟ والله. ايه ايه بجد؟ يعني انا رايح هقول لماما؟ روح قول لماما. هروح اقول لماما؟ احلف. اه والله. والله العظيم خلاص بقى بتكذب. ما تخليش. لا بتكذب يا يوسف. انت بتكذب. بعدين بقى اقول لك خلاص بتجد. يعني اصبري بس، انت رايحه فين؟ خدي ثواني اقول لك. والله عارفه ان انت عامل حوار وبتعمل عليا حوار، وانا كنت هروح ادبسك. مش حوار والله. لا حوار يا يوسف. اسمعي بس، اسمعي حوار يا يوسف بقى. خلاص بقى خلاص، عرفت اللي فيها حوار. معانا معانا في الاخر هطلع كده بقى. انا خايف اجي على امك بتعيرني. ماما بتعيرك ليه؟ انت عارفه ليه؟ ايوه ليه يا يوسف؟ عشان شغلانة القديم. شغلانتك القديمة دي وصلتك لفين يا يوسف؟ ما اعرفش يا دعاء، بس انا خايف اجي الاقي امك بتعايرني و لا طبعا تكسر بخاطري. تكسر بخاطرك ايه؟ لا بس يوسف احنا من صغرنا يوسف مستنيين اللحظة دي. تكسر بخاطر مين؟ لا طبعا. وبعدين ماما مش للدرجة دي، هي يبان عليها من بره ان هي فيها عجرفة، بس ماما طيبة والله. وهتخليني يعني طالما انا ما هبقى مبسوطة هي هتقول لي خلاص اعملي اللي انت عايزة تعمليه. اه والله. والله؟ لا بجد حقيقي. بس بقول لك يعني هطلع اجري بقى عشان انا حاسة ان انت هترجع في الكلام. يلا باي باي. عايز حاجة؟ الله يخليك. مش عارفة، عايز ارشقك. واحدة واحدة بس. عايز ارشقك بطوبة في دماغك عشان اتأكد ان انت اللي واقف معايا. اتأكد اتأكد. ماشي يلا باي باي. ايه الجمال ده يا ميرو؟ بقول لك يا ماما. قولي يا روح ماما. انا عايز اقول لك على خبر حلو قوي هيبسطك. قولي يا قلبي. انا جاي لي عريس. مبروك يا روحي. مين؟ عارفة يا يوسف؟
يوسف مين؟ صاحب المحل بتاع الشوزات اللي على اول الشارع. يوسف؟ يوسف اه. شفتي بقى هو بقى اتغير ازاي ما شاء الله عليه، وطموح قوي يا ماما، يعني بجد انا كنت اتمنى ان اخويا يبقى زيه، بس يعني يلا بقى الفلوس بوظته. يوسف؟ اه يوسف. مش فاهم. مش ده اللي كان بيلمع جزم وهو طفل صغير وكلام من ده؟ بس دلوقتي بقى ده عنده محلين اصلا، محدش يعني ده خلاص، ده هو ناوي ياخد براند يصنعه. براند؟ انت على علاقه بيه من امتى يا روحي؟ مش من زمان يعني، بس من اشوف فيه فرحه في عينك كده وفي حب. ماما احنا مع بعض من واحنا صغيرين، وهو ما قدرش يتكلم غير لما بقى قادر ان هو يعمل لي كل حاجه. ما هو عايز يجي النهارده بالليل. وليه بالليل يا قلبي؟ اتصلي بيه خليكي. بجد؟ اتصلي بيه حالا يجي يا ماما. ماما غيرت بجد؟ انا عايزه افرحك يا حبيبتي يا ميرا، حبيبتي. احلى حاجه بتقولي لي ميرا، عارفه كلمه ماما دي. انت جايباه قصده ان انت تكسري نفسه؟ لا جايباه قصده عشان تشوفي هو اصله عامل ازاي. بقول لك ايه يا يوسف؟ ماما بتقول لك خيط لنا زين. حاضر. اصل ايه؟ واحد بمنتهى الاحترام لما قلت له على حاجه وهو بيفهم فيها وقال لك هتبقي امي، لو حد تاني كانت عجرف عليكي، لو حد تاني كان اتكلم معاكي بطريقه وحشه، بس هو حتى اتفضل ان هو يبقى محترم ومشى من غير حتى ما يوجه لك اي رساله وقال لك شكرا.